نبدأ مع ياشين يروي قصة اعتقاله وتنقله في السجون السورية إلى حين إطلاقه. قطع خروج ياشين من السجون السورية في تموز الماضي الشك باليقين بأن هناك في الحقيقة لبنانيين ما زالوا معتقلين لدى النظام السوري لأسباب سياسية. ياشين اختطف في عمر 22 وعاد للحرية في عمر 49. كنت بزحلة، رحت على زحلة، توقفت بزحلة وانتقلت على فرع كفرسوسي ب 85 27 تهمة الكتاب. انا كنت بقسم رميل الثاني، توقفت بشان هالشيء. كنت مقاتل يعني؟ كنت مقاتل بالقوات اللبنانية. امام المحكمة الميدانية حكم ياشين بعد سنة ونصف على اعتقاله وتنقل من سجون المزي وتدمر وصيدنايا وعدرا والحسكي. سليمان خطيب ملقب بالقعقاع. شو هو؟ مسؤول المحكمة الميدانية، بس ما عرفت على شو بصمت وشو الاقوال اللي حكيتها. وداش حكموك؟ حكموني مؤبد اشغال شاقة. ليش يعني ليش حكموك مؤبد اشغال شاقة؟ سليمان خطيب سبر لي اختي ورديت عليه وغضب مني، زتني 4 سنين بالزنزانة. 4 سنين من الانفرادة؟ بالمنفرادة. 21 عاما بقي ياشين بالنسبة لأهله مفقودا، ولكنه استطاع في النهاية الوصول إليهم بعدما حولوه إلى سجين مدني. من وراء الشاب اللي كان معي قدرت وصلت بأهلي، سوري هذا الشاب. بعثت معه ورقة لعند قرايب، قلنا قرايب تشتغل بالدير، دير صيدنايا. من هونيك الشوفير عرف انه انا لبناني، بيعرف اشخاص لبناني، اجى لعند اهلي هون سالوا انه هيدا ابنكم، قالوا ما بعرف شو يعني. بعدين بالواسطه سمحوا لنا بزياره، هيدا اللي زرت زياره وحده. دفعوا اهلك مصاري؟ من ماديه المصاري دفعوا مصاري كل شيء، دفعوا يعني بالملايين لحتى كان يعرفوا، ما حدا كان يدلهم، وكلهم كانوا عم يضحكوا عليهم وعم ياخذوا منهم المصاري ويقولوا بكره وبعد بكره وبكره وبعد بكره ما في شيء. ظهرت كمان المحامي لعب لعبه. محامي لبناني؟ لا سوري هو. دفعنا اموال لحتى قدرنا نطلعنا. ياشين يتحدث عن معاناه مستمره للمساجين اللبنانيين في السجون السوريه. في لبنانيه بس عم يتنقلوا من سجن لسجن. انا كان معي في 5 اشخاص. بتعرف اسمائهم؟ بعرف اسمائهم بس. تقوله؟ لا ما فيني اقوله مثلا، لانه بينضروا هني. عودة ياشين الى الحرية في لبنان اسقطت مقولة رسمية ان ليس في السجون السورية سجناء لبنانيين لاسباب سياسية، ما يفرض ولو لمرة على الحكومة تحركا جديا يعيد هؤلاء الى وطنهم.